الاخوان تبارك الله عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. شكرا لاي واحد داس في هذا القناه وخلى لنا كلمه طيبه او كلمه خايبه. شكرا لكم من القلب اللي خطيكم علينا يا اعز واغلى ناس عرفناهم. اول حاجه كنبغي نقول لعائله فاطمه ومحمد شكرا لكم من القلب اللي خطيكم علينا، راكم في القلب. المهم الناس اللي عيبت عليا في الفيديو اللي فات كليت الشحطه اخوتي ما جانيش النعاس، اول مره غادي تهجموني بديك الطريقه. بالحق ماشي مشكل الصراحه، انا فايرت بالحق، ما انا نقول لكم علاش فايرت. دابا غادي تعرفوا الحقيقه علاش انا فايرت. يلا معايا وغادي تشوفوا كل شيء بعينكم. والله العظيم اليوم محمد صباح مصدوم، اقسم بالله قبيلاتي عينو مدمعين. يعني شفتوا الفيديو اللي داز ما بقاش حسيت به، اليوم بقى فيه الحال بزاف. اختار بنطليفون حيت بنطليفون بحال هدا هو. اما دابا اليوم الفيراري مشى خوتي، الفيراري نسيت شنو كيقولوا له، استرالوب، استرالوب صراحه بقى فيا وقطع لي قلبي قسما بالله. انا بعدا تصدمت. شوفوا اخوتي ها علاش انا ذبحت هذاك، علاش اتفقت معها مع ليلى وذبحنا ديك بانطاليفون. كان غيمشي حرام، اللهم ناكلو وياكلو وليداتي حلالا طيبا، ما يبقاش فيا الحال عام ونتينا تعلف فيه والاخر يمشي لك. دابا اقسم بالله تشوفوا قبيله تاعتي في الصوره دوش كاين، قال لي مشى الاسترالوب في سبيل الله. يخلف الله الصراحه محمد كاعي وحكا يا ما نقولكم شي حق، هو مكيبين شي قدام محمد ما كيرضاش. فهمتوا انا عندي عادي جدا، انا نقدر دابا نبكي قدامكم. في الحق هو سبحان الله ديما رجوله ما كيبغيش يبين قدامكم. يلا معايا وغادي تشوفوا. والناس اللي عيبت عليا وقالت لي حشومه عليك وهذا ماشي مشكل، الناس كتعبر الدنيا هانية، كل واحد كيف جا هذيك الفيديو صراحه. كاين اللي عجبو، كاين اللي قال لي برافو، كاين اللي ما عجبوش. كيبقى حريه التعبير ان اي واحد. المهم بالنسبه للناس اللي عجبهم بصحتهم وراحتهم، الناس اللي ما عجبهمش كذلك. وانا بدوري كنعتذر من الزوج ديالي، اعتذرت من اختي وطلبت منه السماحه. ودابا يلا معايا ونمشيو نشوفوا محمد ونشوفوا هو واش غادي يبين الحزن ديالو قدامكم ولا لا. دابا نشوفو يويو محمد، الله يعطي من الأجر. لا عطي من الأجر، مسكين أنتي أنا ولا كتقولي لها عطي من الأجر؟ مسكين الله يطول عمره. لا والله يطول في العمر، كتقولي لها عطي من الأجر؟ شنو؟ تفرج على عطي من الأجر، يجيني من عائلة ولا؟ اسكت! شت! أبو ضحك! ما شاء الله. واش عندك لابسه البياض؟ كتسمى العزالة يجي عندك ولا؟ ها؟ غنعيط لهم العائلة دابا. والله إلا محمد بخبارك، قسما بالله إلا بقى فيا الحال بزاف، حق ربي الحبيب. يعني أنا بديتك وهذا كمل عليك، فهمتي؟ سقطت فيا العين هنا صاحبي. والله العظيم. تابعة وإعداد تابعة. اسكت! فإنا لله وإنا إليه راجعون. إيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي والعظيم. عيط لي دابا نفقيو. آه. الله يسمح لنا يا سيدي. شي شنو هادي؟ إن شاء الله جبتيها محمد. هادي عندك في العلافة هادي الغلمة. ياه. اللي كتعمل في الحيط. كتعمل فيها التبان وداك الشيء. كتعمل هنايا وكتعمل العلف نتاعها نتاعها. حق راه هي الحمقى، الحمقى طلعت واعره هذيك يا مولاتي. خليها مسكينه تبارك الله. شوف اخوتي شو فين ديك الزريبه، هذه الدجاج اللي كانت شو شحال باقي له. شتو مشى كلشي كلشي. هذه الزريبه محمد الدجاج هادشي اللي باقي. هذه بيدها مسكينه ملواحه. حمروحين. لا حول ولا قوه الا اقسم بالله تبقى فيا، بقى فيا يا انا هذا.
عاد دابا يبس يبس الاخوان. شوف عرفتوا كيفاش كان، شوف شو على شعر عنده، شو ما شاء الله، شو من الكيراتين وطلع لك شي شعر فحال هذا. اقسم بالله هذا نخلي له غير هذو ذكرى هذا. اه تقدر تقطعو ولا نجيب لهم هيدا الشعر ديالو تبارك الله قداش هي زعما ما شاء الله كيف كانوا عاد رزقني الصبر والله. شي بلاصه زعما الا تبعوك الكبده ديالي كيطرطقوها لك والله العادي. خرا بقات حالفه في ديك الفرور زعما اش غادي نقول لك، لا حول ولا قوه الا بالله. حق دابا محمد بيني وبينك ياك شكون حسن كسر الاعمار بيد الله. هذا مات صباح من نزل تما كنشوفو مات، ماشي انا مشيت قوس عليه بيدي. وبالحق دابا هذا البارح كذبحته. علاش غادي علاش ماشي كطيح طيتيه الدواء؟ علاش غنطيه الدواء؟ شفتو بدا يلوح نمشي نعاد انه الدواء ما كاينش نذبحو، اللهم نذبحو ولا يبقى فيا الحال. ها الله شتي هذا تبارك الله عرفتي فيه والو 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 فيها حرب بعد الكيلو هذا. دابا يباس دابا يباس ما كيبانش شي مازيان. اما ملي كان برا الله عرفتي قداش هي صلى على النبي صح ولا عطى الله واحد. المهم ايوا في سبيل الله هما كيقولوا الحيوان كيدي الباس يعني. اه ما نعرف يا اش كتعرفتي انا لبستي لي البياض. ها صبح عليا انا لابسه لي البياض سوا بيضه وشان بياض. دابا محمد شوف قدام الكاميرا قدام متابعين سمحتي لي دابا انت هنايا الله يسامحك كنعملو شي في قلبنا صح بصح الله يسامحك صافي ما بقيتيش وما تسيبش في الارض فازقه. اه اش تعرفو لا الارض مسيقه الا تفزقو ما كيبقاوش مزيان والله ما كيبقاو فيهم ديك البري حتى حنيهم اش حتى هما كيوقع لهم والو. الله يسامح الله يسامح قدام متابعين الله يسامح لي لك والله يسامح ديك المراه ماشي مشكل. حنا قلبنا بياض تينا قلبك بحال حليب. انا قلبي بياض انا دغيا كنسامح صح والله العادي انا دغيا كنسامح. الله يرضى عليك ماشي مشكل انا حتى الله يسمح لي ملي كنت في دار الحق الا كنت ضربتك شي نهار ولا سبلت فيك عيالي يدي الله الا عيالي صافي نزلوا نزلوا محمد نزلوا. هذاك كنت وريت لك خطره في هذيك الدفر اللي عنده ياك. لا زايد ولا عنده هنايا شوف شفتي على الدفر عنده هنايا هذا فحال السر هذا عرفتي لا تشكك به. اه سبحان الله الله ايوا في سبيل الله محمد دول بس صراحه قوز على يماهم كاملين ولا صافي خليهم يوصلوا. دابا داكشي اللي باقي لي قسم بالله باقي له ستاد الجدادات ولا ستاد الفرارج سبعه واقيلا الفرارج ما بقاني حتى واحد غير جداد بقاو لي غير الهجاجل تما قاليش معاهم الراجل. ايوا صافي اسكت تقروق اسكت تينا مخرجه هنايا حمقتنا في الرزيان هذا هذا غنخرجو من هنا نولف معاه معاه حتى يكبروا شويه عاوتاني يخلفوني بحال اللي كانوا ياخرين. ايوا ما شاء الله وصافي داكشي اللي كاين. دابا هادي جبناها للعلافه عاوتاني للغلمه انا نقلبك سيب احسن وتجدد والو كيخنزو الدنيا وصافي والله والله الا خنزلنا الدنيا الغلمه. دابا هادي 10 ايام وهي تما حق ديك النهار هرب لي ديك الخريف حمقني ديك النهار ما زيد تخرجت هذاك ماشي نعطيهم الماكله ديالهم هما جالسين تما التمن ديالهم والعلف ديالهم والماء مشدود عليهم كاين الاوساخ لا باع لا ما هادو اللي قاز اه عندو الجداد عندو تيايا رانا عندي انا لي افلاكم تتابعون فقل انا لله وانا اليه راجعون. بس شبيات قال لي مالك مصبيات انا عندي الكنازه في الدار قال لي مالك مصبقه عليا مالك بخير بعدك صبحتي لاباس بخير بخير الحمد لله كي صبحتي ندخلنا نيشان الله يلا الحمد لله صبحت معصبه بركه في راسكم والله العظيم لا صبحت معصبه حق الله قال لي محمد دابا عاد اه قال لي عز عليا ايوا كتابت اش غادي تعمل؟ لا هي اللي كتابت وسبحان الله جات غير ديك الكبيبري اه الله العظيم بقاو تما غير اللي قالت ماما غير ديك فين بقاو بقاو تما انتي تخين الحمامات اه في وقت الدواء اه وداك الشيء اللي كاين اي والله تانا خوتي مات ولي الدجاج بعدا كيف نتوما حبايب لاباس عليكم بخيرين مزيانين تما الله تكونوا بخير وعلى خير. الدجاج خرجوا لنا خوتي العقل ما بقى لنا بعقل والله شحال وحنا نربي وتمارا وربينا عليهم الولف في الاخرين انا عرفت شحال كان عندي كان تبارك الله عندي 20 تبارك الله قولي خمسة مشى كلشي انا تبارك الله شتي دابا هاد العائله عيط لهم عطا لهم الماكله ما تما سته ولا سبعه ما قلت سبعه ما قيلو ولا ثمانيه اه والله العادي ايوا لا حول ولا قوه ايوا كتابو ما عندنا ما نعملو يلا بس يلا دور يلا دخل انت
مشينا نكسوا حسين مزيان والله الحمد لله حنونه غزالين تغديتوا هادشي اللي كتب علينا والله ما عندنا ما الحمد لله والله شو انا ديك اللي كنت مزت معاها فيديو هذا كنلعب معاها ماتت حساب كيت والله هي حساب كيت كانت حنينه سبحان الله كنقول لها اجي كتجي بقات فيا والله حق انا عرفتي حنبقى فيا هذا الكحل هذا الكحل انا مي قال لي محمد دابا عاد تصدم والله العظيم الا تصدم البارح يا اختي بالليل عطيناه الدواء وكلشي قال لي هذا عنقابلو والله العادي ساعة والله العظيم تبارك الله كان ماشي يتفرج كان بحال بيبي والله يا بابا كتعمل لها شنو ها تعطك ها تعطك المزاح بدا كيوجد شفتي هذا خلق لي هذا ما كيعمل والو هذه كبيره هذه ما كتعمل والو دابا عرفتي شحال محمد شويه فيها كاين شي حبيبات صغارين وصافي ما عرفتش علاش ها هما شو ها شفتي ها هما هي في واحد الاتجاه سبحان الله في واحد العرش هاي اخرين فينا هما فواح العرش هذا كي كيف الله العادي من ديك العرش تجي هاد لين لا شو هادي هي الاخرانية رديتها هنايا شو تبارك الله شو فيها هادي بهادي هاي البارح جبت الليمونة ليمونة مزيونة صافا حرارة شوفها او سي عبد الرحمن حيد اتصلت يمك متعك ضرب يمه ضرب ضرب يمه ضرب يمه البارح جبت الليمون لا فيها غير واحدة نقلبها غرس انا نقلبها غرس ها غادي نقلبها غرس ودي للراجل كي دار حاجة بعدا ما كيمرش الليمون الله العظيم ما كتنجحش هنا ما كيبقاش يقلبوا مع الله الله العظيم حاجة أخرى الحياة هي هذي بلا شي ما نبقاش شو هذي فيها الرويصة شو ما شاء الله ها هي ها هي أخرى تبارك الله هاي شو محمد يا زوج من هنايا وهذي كبيرة هذي كبيرة دابا خصك تشوف فين تعدل عليه هذي غنزول هذي إن شاء الله وقيل نزول هذي حق ليمونة كتشبر عبد الرحمن ديالي شو شو هادي ما تضيعش لي تضل لك معلبك هادي عبد الرحمن كي كتعمل باعه هينون على المحابه عاوشي الايام قول لي كيفاش قول لي كيفاش كتعمل باع ما عتعطى خامس وي الحداقة على الصباح ثاني ننسى بصح وما هادو كيسمحوا كيعملوا الحرشه والملاوي ياك اخي صبي عاد موالي الحرشة عندك شتي الله يسخر لكم الله نهار راه عافيني هادو عملت يوم كبار هادي ما بغيتش انا حنا من ديك ستيت وين قلت غادي نبقى واقفه الله اكبر المهم ما هي صغيره ما هي كبيره المهم حريشه وصافي واسطه احسن ما نشعل البوطه البوطه كتدي الوقت هادي البلانشه الصراحه كتجيني المهم الناس اللي سقساوك على البلانتا هادي ديك النهار اللي زدتي ديك الفيديو شنو غتقول لهم؟ هادي شريتها من عند عيسى من رينكون المضيق زين من المضيق الناس اللي سقساو على الثمن كاينه 650 درهم كاينه 700 درهم هادي ديال المترو كاينه 90 كاينه الطاوله المترو كاينه الطاوله 90 وتبارك الله الصراحه الخوت قسما بالله الا كتنفعني والله العظيم دابا هادي هذيك النهار قلت لكم شي 3 سنين يمكن العام اللي فات ما عرفتش واش عام الاول ولا العام الاول شريتها الصراحه لا لا مزيان كافي قول لهم قول لهم ان النمره ديالها نخليها لكم راه ماشي مشكل نخليها لهم عيسى النمره ديالو بزاف الناس قالوا خصهم النمره ديال عيسى بزاف الناس شكروها في التعاليق كتوصلهم حتى نباب د الدار دخلوا لعندو وتحطوا من عندو اللي يعجبكم وكاين شي فيديوهات واقيله ديالنا كاين شي فيديوهات بزاف هاد الحاجات عندنا الناس ما كتعرفش ترجع من الفيديوهات هادشي قدامين المهم بلانشا ها هي اللي احتاجها ها النمره ديالو يدخل لعندو صافي هذا العصير هذا ضروري منه لاتشين كيسوى 6 درهم وبان نتوما عارفين كيز العصير احسن من تشربوا في الزنقه 12 درهم ولا شحال كيحسب هو شربتينا ولادك عمار الله العادي ها
كتشربوا حوما بكم ثلاثه دلتينات جوج دبانانات الله يجعل شي بركه. الله يجعل شي بركه. حنا ما كنعصروهاش يا الاخوان، كنعدلوها هيداك كنعملوها صاينه. كناكلوها كامل. كنعملوها كامله وكنزيدو معاها. خصك جوج ليت جوج الكيلو زياده. الله يلا هذا غير العصير ديال الدراوش. الله يلا هذا غير العصير ديال الدراوش اخوتي. صافي ما كنعملوا له الماء نعصروه شي وداك الشيء. عملوا له حتى هذا ولا غير هيدا؟ والعصير ديالنا شوفوا كيف كيجي في اي بي. كيجي الصراحه غزال والله العظيم وخطر. تقول لك ومريم ها هي تنشوفها. عرفت شنو غادي نعمل لها؟ غنشبر لها هذا الشعر هذا وغنقطعو لها. قوه ما كتديهاش في شعرها وخصها حتى مشى طلع انا فهمتوا. دابا مريم مشى انا من المدرسة. عبد الرحمن هاي على الحطة. هاي 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 ها ضرب الحطة اختي. ها الصحة والراحة يعني هاك البابي ديالك. يلا مريم دابا مشى من المدرسة بالتوفيق ان شاء الله يا ربي. يلا باي باي. سلام.